الهدف ديال هاد الاكسبوزيسيون اللي عيطنا على دي زارتيست ماروكان باش يجاوبوا على قبل المدرسه فهمنا بان اليوم باغيين محتاجين باش نعالجوا هاد المدرسه، نعالجوا ماشي ندينونسيو، نعالجوا تعود مشكل ديال كل واحد فينا. هي بان راه هاد البورسونتاج اللي غناخذوا غادي يكون البناء مدارس اخرين، ومنين ماشي غير ليغس ارتيست، كاينين حتى شركات حتى هما شركات حتى هما عاونوا باش تكون هاد الاكسبوزيسيون، كاينه لا فونداسيون اوسي اللي حتى هي عاونتنا باش نقولوا في اول مره محتاجين المدرسه المغربيه. هذا هو الهدف ديال هاد الاكسبوزيسيون، هو في الاول باننا بالنسبه للصحفيين نهضروا على هاد ليفينمون ويكونوا اخرين ايفينمون اخرين باش نعاونوا المدرسه المغربيه اللي محتاجه لنا اليوم. نعم، هاد المساعده ديال المدرسه المغربيه من ناحيه التجهيز ولا من ناحيه البناء ولا من ناحيه ديال دعم التلاميذ؟ الوغ ديجا المدرسه المغربيه محتاجه للبناء، محتاجه للبناء، لان اليوم ما يمكنش لينا نسميو شي مدرسه اللي ما فيهاش المراحل، ولا فيها المراحل مخربين، ولا فيها الاقسام يحبط منهم الماء، ولا واحد الساحه ما مديوراش، ولا واحد تيران سبور ما داير. ما يمكنش لينا نطالبوا من واحد التلميذ يعطينا واحد النتيجه ونخرجوا اجيال مقبله، وما يمكنش لينا نطلبوا من واحد الاستاذ يعطينا واحد النتيجه ويقرر لينا وليداتنا، وحنا ما عاطينوش هذيك الوسائل باش يقري. لان اش تنقول لك؟ تيقول لك كاين لي دغوا ولي دوفوار. صاحب الجلاله قال واحد لا ليتر اللي ادريسات المينيستر ديال ليدوكاسيون ناسيونال، ليكول اي ان دغوا بور لونفون اي ان دوفوار بور ليتا. فو با كولوبلي. اذا اليوم البناء المدرسه ما يمكنش لينا غنخدموا ولا غناخذوا واحد النتائج وحنا ما عندناش البناء الاساسي ديال المدرسه. اذا اول حاجه تنديروا هي البناء الاساسي باش كل واحد فين، كل تلميذ وكل استاذ تيصيب راسو باننا تنحترموا ديك لا دينيتي ديالو. هذا هو الاول اللي عندنا الاساسي. لقيتوا تجاوب من قبل الفنانين من اجل انهم يقوموا يعني يوضعوا المعروضات ديالهم والاعمال الفنيه ديالهم على اساس ان العائد ديالها يمشي لهذا العمل الخيري. الفنانين واحد ما تنقولوا فنان حتى تنكونوا كلكان اللي عنده واحد الروح وطنيه، لان الفنانين كلهم اللي اتصلنا بهم واللي اتصلت بهم ايما ارت قالوا اليوم حنا تابعينكم. اذا الفنان اليوم خصو نعطيوه اشنو هي الوسيله اللي باش يعاون ويعاون المدرسه المغربيه. الفنانين كلهم واحد اشخاص زعما كيسكو اكستراوردينير كلهم باش يعاونوا المدرسه. شكرا بزاف مدام لالا اختي، تبارك الله عليك.